الإخوة الخمسة عشر للسلطان سليمان القانوني تم عرض عدد قليل جدا منهم في دراما حريم السلطان، فيما تم التغاضي عن أكثرهم، حيث كان لسليمان القانوني خمسة إخوة ذكور وعشر أخوات إناث. وفي هذا الفيديو أعزائي سنستعرض لكم الإخوة الحقيقيين للسلطان سليمان. قبل أن نواصل عزيزي المتابع، ندعوك طبعا إلى الاشتراك في قناتنا وإلى الإعجاب بالفيديو وتفعيل جرس التنبيهات. ندعوك أيضا إلى زيارة موقعنا manartfirdas.com والذي تجدون رابطه في أول تعليق. البداية ستكون مع الإخوة الذكور. كان للسلطان سليم الأول ستة أولاد ذكور، وكان بينهم طبعا سليمان القانوني. وأما بقية الذكور الذين كانوا إخوة سليمان فهم على التوالي: الشهزادة صالح الذي توفي سنة 1499، والشهزادة أرهان، والشهزادة موسى، والشهزادة كوركود. ولقد توفي هؤلاء الأمراء الثلاثة قبل سنة 1521، أي أن أربعة من إخوة سليمان الذكور قد فارقوا الحياة قبل أن يصبح هو سلطانا على الأغلب. ولكن حقيقة قد كان لسليمان أخ آخر، وهو أويس باشا الذي سبق وأن نشرنا عنه فيديو تجدون رابطه في أول تعليق. عاش هذا الأخير بين سنتي 1512 و 1547. اعتبر أويس ابنا غير شرعي للسلطان سليم الأول، وحسب المؤرخ العثماني علي مصطفى أفندي فلقد ولد أويس من جارية كانت محظية عند سليم الأول، إلا أنه قد تم طردها من القصر لسوء تصرفاتها. تم تزويجها من رجل آخر، ولم يتم التفطن إلى أن هذه الجارية قد كانت حاملا إلا بعد أن التحقت ببعل آخر، وتبين من الحمل طبعا أن الطفل يرجع إلى الفترة التي كانت فيها تابعة لسليم الأول. اعترف هذا الأخير بطفله من هذه الجارية، إلا أن الأمير الصغير حرم من كل حقوقه وكان مستبعدا تماما من الوصول إلى العرش. ومع ذلك فلقد كان مقربا من سليم الأول ومن أخيه سليمان الذي عينه حاكما على اليمن. ويروى أن سليمان القانوني قد بكى عندما سمع بوفاة أخيه وقال بكلمات حزينة: إنه أخي. وبالتالي فإن إخوة سليمان الذكور الخمسة قد كانوا الشهزادة صالح، الشهزادة أرهان، الشهزادة موسى، الشهزادة كوركود، وأويس باشا. نمر الآن إلى الأخوات البنات للسلطان، والتي تم اختصارهن في الدراما في أربع أخوات: هن السلطانة خديجة، والسلطانة فاطمة، والسلطانة شاه، والسلطانة بيهان. إلا أن المؤكد أنه قد كان للسلطان سليم على أقل تقدير عشر بنات. الأخت الأشهر للسلطان سليمان هي السلطانة خديجة. حصر تاريخ ولادتها بين سنتي 1490 و 1493، ويرجح أنها قد توفيت بعد سنة 1543. كانت ابنة السلطان سليم من السلطانة حفصة، ولقد تم تزويجها من الداماد إسكندر باشا سنة 1509. هذا الأخير كان حاكما وأدميرالا، إلا أنه توفي سنة 1515. كان هناك اعتقاد كبير بأن السلطانة خديجة قد تزوجت من إبراهيم باشا، حتى أن عدة مؤلفات قد نقلت هذه الأخبار، حيث لم يكن الأمر مهما جدا، إلا أن الأبحاث الحديثة التي قادها عدة مؤرخين، وذلك طبعا بعد الاطلاع على الأرشيف وعلى عدة وثائق، أثبتت أن السلطانة خديجة لم تتزوج أبدا من برجلي إبراهيم باشا. ومع ذلك يرجح أنها قد تزوجت مرة أخرى، ولكن ليس من إبراهيم باشا. أنجبت السلطانة خديجة عدة أبناء من زواجها الأول، فنذكر منهم السلطان زادة محمد باي، والسلطان زادة سليمان باي، والسلطان زادة علي باي، وابنتها نفيسة. أما الأخت الأخرى للسلطان سليمان والتي تعتبر أكثر أخواته قوة، فهي السلطانة فاطمة ابنة سليم الأول. هناك اختلاف طبعا حول تاريخ ولادتها، ولكن المؤكد أنها توفيت سنة 1556، أي قبل وفاة السلطانة خارم بسنتين. تزوجت لأول مرة سنة 1516، وكان ذلك من مصطفى باشا حاكم أنطاكيا، إلا أنها عانت كثيرا من هذا الزواج، حيث أرسلت رسالة تستنجد فيها بأبيها وتطلب منه أن يحررها من زوجها الشاذ. تزوجت بعد ذلك سنة 1522 من كارا أحمد باشا، والذي دام زواجها
به 30 عاماً وانتهى بإعدام الباشا بعد أن أصبح وزيراً أعظم. تعتبر السلطانة فاطمة أقوى أخوات السلطان سليمان، وذلك طبعاً لأنها كانت أخت مقربة منه بالإضافة إلى عمل زوجها في الديوان. أما الأخت الثالثة فهي حافظة حفصة سلطان، والتي ربما ولدت سنة 1493 وتوفيت سنة 1538. تنادى باسم حفصة، وقد تم تزويجها مرتين، فكانت زيجتها الأولى سنة 1511 وذلك من الصدر الأعظم أحمد باشا الذي أعدم سنة 1515. أما زيجتها الثانية فلقد كانت سنة 1522 من بوسنوي مصطفى باشا. ومن هذا الزواج أنجبت حفصة طفلها الوحيد، وهو السلطان زادة كارا عثمان شاه باشا. الأخت الموالية للسلطان سليمان هي السلطانة شاه. ظهرت هذه السلطانة في دراما القرن العظيم، إلا أن الكثير من الأحداث التي ارتبطت بها كانت أحداثا خيالية. عاشت شاه حياة طويلة حيث توفيت سنة 1572 بينما كانت ولادتها في بداية القرن السادس عشر. نسبها بعض المؤرخين إلى الزوجة الثانية للسلطان سليم وهي عائشة خاتون. تم تزويجها سنة 1523 من لطفي باشا الذي أصبح وزيرا أعظم سنة 1539، إلا أنها طلقته سنة 1541 بعد أن قام بضربها في حادثة شهيرة. ولقد أنجبت شاه سلطان عدة أبناء من زوجها، وأشهرهم طبعا السلطان إسمهان. نمر الآن إلى الأخت الخامسة للسلطان وهي السلطانة بيهان. ولدت هذه الأخيرة في أواخر القرن الخامس عشر وتوفيت سنة 1557. تم تزويجها سنة 1513 من الوزير فرحات باشا، إلا أن أخاها السلطان سليمان قام بإعدامه سنة 1524، أي بعد 11 سنة على زواجها. تعرف السلطانة بيهان بولائها لزوجها، حيث غضبت من أخيها وابتعدت عنه في تصرف استثنائي لسلطانات السلالة. نمر الآن إلى الأخت السادسة، ونؤكد على أننا لا نرتب هذه السلطانات على أساس العمر، حيث أن تواريخ ولادتهن غير مؤكدة. المهم فإن الأخت الموالية للسلطان هي جوهر خان سلطان. يعرف أنها تزوجت سنة 1509، وكان زواجها من ابن عمتها فاطمة سلطان ابنة السلطان بايزيد الثاني. هذا الزوج هو السلطان زادة محمد باي، والذي كان حاكما لإحدى الولايات. الأخت الموالية في هذه القائمة هي شهزادة سلطان، والتي تعرف أيضا باسم سلطان زادة. تزوجت من كوبان مصطفى باشا ابن إسكندر باشا، وأنجبت طفلة واحدة على الأقل هي عائشة هانم سلطان. وهناك رواية تقول بأن زوجها قد تزوج بعد وفاتها من أختها السلطانة خديجة، وأنه قد كان هو زوجها الثاني وليس إبراهيم باشا. الأخت التاسعة في هذه القائمة هي يعني شاه سلطان، والتي لا تعرف الكثير من المعلومات عنها، إلا أن اسمها يعني شاه يعني الموثوقة من الملك. تزوجت من جوزيلتي محمود باشا، ولا يعرف عنها شيء آخر. نفس الشيء بالنسبة للأخت الأخيرة في هذه القائمة وهي هانم سلطان. ذكرت في السجلات على أنها ابنة السلطان سليم الأول، ولا تتوفر عنها معلومات أكثر. أعزائي، هكذا نكون قد وصلنا إلى آخر هذا الفيديو. نتمنى أن يكون قد أعجبكم، وإلى اللقاء في فيديوهات قادمة. تحياتي، أنا فردوس حافظ رشيد، إلى اللقاء.